المخالب حقته وتجي من جنبي عجيب وتقطعني من الجوانب واتألم واتألم. يا ولد قلت يا دي شو اسوي؟ واني امسك نفسي كذا واقول القوه الخارقه واشغل ازرار في جسمي فجاه الا صرت قوي كذا واقوم واقفز قفزه واحده. شفت يوم فرحت يوم ذاك اليوم قالوا المركز الثاني انا؟ نفس القفزه بس انها اقوى. فجاه لقيتني طاير واني قدني طاير فجاه واعطيه بوكس اعطيته بنيه في فكك الا فجاه التف وجهه كذا يقول ويصيح وابقس البوكس الثاني الا عيونه قدها مدمعه نعمت بصيرته واجيك وامسك براسه كذا اضربه في ركبتي ويقول وخلاص انهد حيل. ها هذه غوريلا؟ ايوه خلاص يتالم قطوه هذه لا يقول صوت المنكل قرد. واجيك يا طويل المرسامه والاخيره اني ادخل اصبعيني في عينه كذا خرق كذا في عيني بسم الله الرحمن ما ادري كيف وخرجت عيونه وطاحت في الارض وفجاه لقيتني طايح في الارض 500 كيلو طه كذا واطيح تف واثري يغمى علي واثري هو طاح ومات فجاه غوريلا ايوه فجاه فز الا ثرين يكشف انه في حل بالله عليك لكن كانت قوه غير طبيعيه تمنيت ان ذا القوه يعني سبحان الله ان عندي دائم بس ماش ذكرتني بحلم من احلامي اسلم هذه ترى حقيقية مو يعني نفس سالفتك حقيقية يعني فأنا مرة من المرات حلمت قعدت منهم يوم اللي قعدت منهم طال عمرك واروح للغرفة من غرفنا إلا ألقي عزك يعني ألقي سلامك الله كله تعبين حياة من الخوف قعدت من النوم صحيح صحيح تدري ايش معنى الثعابين في الحلم؟ خليني أقول لك اصبر واطلع مرة ثانية واروح الغرفة الثانية غرفة أخرى يعني نفس الشيء عقب ما قعدت من النوم والقي ثعابين وأنا فز من النوم مرة الثالثة طبعا أنا الحين نايم بس قاعد أقعد من النوم بالحلم فهمت بس أنا أحس بوش أحس إني صحيح قاعد أقعد من النوم المرة الثالثة أقعد من النوم أقرص نفسي فهمت أقرص أسوي أسوي عمل عشان اشوف هل انا حقيقه ولا الامر حلم ولا حلم ولا شو السالفه واروح طال عمرك المطبخ واقول قلت هاي على واحد يقول وجعي عرفت اني الحين وجعان انا قلت هاي قال وجعي وجعي يعني وجع عرفت هنا الحين انه بنادي اهلي انا بشوف انه انا بحلم ولا قلت هاي قالوا وجعي لا اله الا الله عرفت هنا انه انا فعلا قاعد في النوم لا ترى موقف حقيقي صار معي لا اله الا الله تدري ايش معنى تفسير الثعابين والحنشان والفيران والكلاب اعزك الله في الحلم معناها حسد او شيء بيضرك او انه يمكن اذا عضك يعني انه ضرك يعني وصلك الشيء الضرر ذا اذا ما عضك ولا شيء فاعرف ان امورك الحمد لله بس انها تحذير من الله سبحانه وتعالى مرحبا الف مرحبا جيتنا واحنا نتكلم